قناة نادي الجراد العالمي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة نادي الجراد العالمي. جيتكم اليوم بواحد الفيديو جديد وآخر مستجدات فريق الرجاء العالمي، ولكن قبل ما تتفرج في هذا الفيديو هذا ما تنساش أنك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتخلي واحد التعليق ولايك، وما تنساش أنك تدوز عندي الصفحات الرسمية الخاصة بالقناة على مواقع التواصل الاجتماعي بينهم فيسبوك وانستغرام وحتى التيك توك، وهما بثلاثة غادي تلقاهم من تحت في الديسكريبشن. ونبداو اخوتي الرجويين خواتاتي الرجويات الفيديو ديالنا على بركة الله. كشف الاتحاد على فريق كرة القدم يوم الاثنين عن نتائج قرعة الدور مجموعات لدوري أبطال إفريقيا التي جرت مراسمها بمقر الكاف بالعاصمة المصرية القاهرة. وأسفرت القرعة عن تواجد ممثلي الكرة المغربية فريق الرجاء الرياضي العالمي وجمعية قوة المسلحة الملكية في المجموعة الثانية رفقة كل من مانيما يونيو من الكونغو الديمقراطية ومامينو دي ساندونز الجنوب الإفريقي. ويذكر أن الكاف أجل موعد انطلاق الدور مجموعات لدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية إلى شهر نوفمبر بعدما كان مقررا انطلاقه في شهر أكتوبر بسبب بدء تصفيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين. وأشار الكاف في بلاغ قبل أيام إلى أن دور المجموعات سيقام في الفترة ما بين أكتوبر وجنبر قبل أن يتم تأجيل موعد انطلاقته لمدة شهر على أن يجرى هذا الدور خلال الفترة ما بين نوفمبر ويناير. وكما ذكرنا صاحبات قرعة دور مجموعة دوري أبطال إفريقيا اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة. وفيما يلي نتائج قرعة دور مجموعة لدوري أبطال إفريقيا، في المجموعة الأولى مولودية الجزائر هلال السودان يونغ أفريكانز تنزاني ومازيمبي الكونغولي. في المجموعة الثانية مانيما اليونيون كونغو الديمقراطية الجيش الملكي تابع للقوة المسلحة الملكية فريق الرجاء الرياضي العالمي ماميلودي ساندونز جنوب الإفريقي. والمجموعة الثالثة ستاد أبيدجان من كوت ديفوار أورلاندو بيراس من جنوب إفريقيا شباب الوزاد من الجزائر والأهلي المصري. وفي المجموعة الأخيرة والرابعة جوري بالمالي سارغادا إسبرانسا أنغولا وبيراميدز المصري والترجي التونسي. واعتبر أحمد فتحي لاعب بيراميدز المصري أي أن المجموعة الثانية التي تضم ممثلي الكرة المغربية فريق الرجاء الرياضي العالمي وفريق قوة المسلحة الملكية إضافة إلى مانيما يونيو وماميلودي ساندونز بمثابة مجموعة الموت. وقال فتحي على هامش مشاركته في مراسم سحب قرعة دور مجموعات المسابقة الإفريقية: هذه البطولة هي أقوى على المستوى الإفريقي وتشهد ظهور مواهب كروية جديدة في كل موسم. بالنسبة لي المجموعة الثانية هي مجموعة الموت وهي الأصعب، وأتمنى الحظ الأوفر لجميع الأندية المشاركة وأن أرى ناديين مصريين في النهائي. وأكد الدولي المغربي السابق عزيز بن نيج صعوبة مواجهة فريقي الرجاء العالمي وفريق الجمعية القوة المسلحة الملكية في دور مجموعة دوري أبطال إفريقيا. وقال بن نيج خلال حديثه في الاستوديو التحليلي عبر شبكة بي إن سبورت: المجموعة الثانية صعبة جدا لأنها تعرف تواجد فريقي الرجاء وجمعية قوة المسلحة الملكية وتقلص حظوظ تأهل أكثر من فريق مغربي في ظل تواجد ماميلودي ساندونز. هذه النسخة ستعرف غياب ملاعب في المغرب بسبب تجهيزها لكان، مما سيجعل الأندية تلعب في ملاعب خارج مدن، وأتمنى من الجماهير المغربية أن تكون حاضرة لتشجيع أنديتها. وهنا خوتي الرجويين خواتاتي الرجويات الفيديو ديالنا السالة، وإلا عجبك هذا الفيديو هذا ما تنساش أنك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتخلي واحد التعليق ولايك، وما تنساش أنك تدوز عندنا الصفحات المواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالقناة فيسبوك انستغرام وتيك توك، هما غتلقاهم ثلاثة لتحت في الديسكريبشن. نشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد وآخر مستجدات فريق الرجاء العالمي. دمتم في رعاية الله وحفظه، وديما رجاء وتعيش الرجاء. باش منانيش يذكره كل شيء.